بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الإحرام أو باب أجباسي تونيتي إحرام بسنئكا لروين يتوو لروي كوا إنسان زل كان دابني وشي لسر واجب وشي لحرامة كرتيشي لدباسكين أفرمي ينعقد معينا إحرام دادا بسري بديار كلاوي بس جوري بديار كلاوي بأن ينوي حجا وقبتن تنهان يتي حجي بيني أو عمرة يان بتنهان يتي عمري بيني أو كليهما يان يتي هردو كان بيني بلين يتمو يحج عمري ويقرأ كم كفي يقوتري قيران دوائرون يكينو إن شاء الله. هم ومطلقا بمطلقي جبي بلين يتمو إحرام بس بأن لا يزيد على نفسي الإحرامي زيقا لو شيء إحرام زياتنا لهر بريت نيت مويا إحرام بست أو بحر هموي إحرامي دادا مزري لبرس شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو بخاري مسلمة فرمي هر كردوا يشي خواه پرستي بي بنيت ونبي دانا مزري وهر مروفش خيري أو كردوا يبو أنوسري كنيتي بو هنايا او جابزاني لو احرامانه چي هيان خيرترا افرمي والتعيين افضل دياري كرني احرامي خيري زياترا وشي برين يتمو احرام بس بحاج يعني بعمره مثلا دياري بكا. وفي قول قول شديد افرمي الاطلاق ديارينا كردن خيرترا برام قولية كم بقوتها او جا فان احرم مطلقا أتواني مطلقا بخويني وأتواني مطلقا بخويني وهردو شهاتيا أقل مروفك إحرامي بس لو بإطلاقي إحرامك بس هرغوتين يتموي إحرام بس يعني مطلقا إحرامك بمطلقي بس جاري نكر أو جاء إحرامك شي في أشهر الحج لما كان حجي دابو يعني الشوال وذو القاعدة ودا شوكي ذي الحجيبو أو دو مانقو دا شوابو أو صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين بوي درستا بيدا تهر نسوك الشيء لحجي لعمره نسوكين يعني حج عمره كيف ليا باجا ويكبا مطلق يقوتين يتمو إحراما بس بعدوايا دياري بكا بيكات حج يعني دياري بكا بيكات عمره أو كي أو إليهما يعني بيكات هر نقبرين يتمو يكلمة حج عمره بكيف خويتي هسي لعيب ودرستن ثم اشتغل بالأعمال أو ذاكر دوكاني حجي يعني عمره دكا بوش بإمام نووي بس ثم يفرمو ثم اشتغل بالأعمال أو جاكر دو كاني حجي عن عمريكا أي هر كر دو يشي لدواينة هناني بيش دياري كرني دياري كرنا كي بيكا هموي دي ببلاش دروا يعني نيتي هنا إحرامي بس دي بس دياري نكر دي إحرامي كي بكاتا عمري عن حجي عن هر دوشي هر كر دو يشي بيكا كر دو كاني بوصلا هيتي دروز نابر أو قوتمان أقل لا أشهر الحج عند إحرامي بمطلقي هنا أدي وإن أطلق في غير أشهره أقل لغير أشهر الحج إحرامك بمطلقي هنا يعني لغير شوال وذو القعدة ودى شوك ذي الحجي هل يغراز وتين يتبو إحرام هنا أو هنجل بكيف يخونيا أدي تي فلا صح إن عقاده عمرة بإجباري ليبيت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره بوشينيا إحرامك بدات حجي تأخيري بك هتا أشهر الحج دي. يعني بإجباري كلا غيري مانغ كان يشهر الحج لو دمان قيدك نيتي إحرامي هنا بمطلقي قوتي نيتي مو إحرام بس أو بريو نري هل بيت عمرة بوشيني أو إحرامي تأخير كا بري هتا صار السورة ودبيت الشوال يعني ذو القعدة يعني ذو الحجة أو جهنجين ديك محج أو تأخير كني بودلوسني بإجباري دبي عمرة كيبكا وله بو بياي مسلمان درستا ان يحرم كي احرام زيدين احرام بس وش احرام زيدي او جا بياي او نيتي بيني يعني جن او نيتي بيني بلي نيتي موت نيتي مو احرام بس وش احرام ما وستا فرانكسي يعني وش احرام فرانكسي او تشيك الامن جواكم او جا او لبرتي درستا شكا حزتي ابو موسى رزاي خواي ليبي افرمي انه احرم كي احرام النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره قال له أحسنت أو بخاري مسلمة أبو موسى في خوش بو حجي وشي حجي بيغمبري بكا صلى الله عليه وسلم نشقيش بو بيغمبري راس إحرامي بس لبقاته
قلت إخويا أو إحرام بس وش إحرام بيغنبري صلى الله عليه وسلم يعني إحرام بيغنبري بحج بي إيه منيش بحج إيه بعمرة بي إيه منيش بعمرة يا بحج عمرة بي إيه منيش بحج عمرة يا خبري ده بيغنبري صلى الله عليه وسلم بيغنبر فرمي أحسن تي شيء ساكت كده يا طبعا بيغنبري يجي إحرامي بحج بس بو أو جاء فإن لم يكن زيد محرما أجل زيد يعني أو كسي أو إحرامي وشي بس دي أي إحرام ده نبو بو قلت إحرام بس وش إحرام ما مصطفى فرانكسي ما مصطفى إحرامي نبزبو إن عقد إحرامه مطلقا أو إحرامك يبيت مطلق هنجين بكيف خويتي شوني حزلية دي كانت عمر بابي كاتي لما كان حزي دي كانت حج بابي كاتي حزي لما كان حزي كيف شلي بابي كانت حج عمره بس أقول لغيري ما كان حزيبو أو شهر لأبيته عمره وقيل شي زعيف فرمويتي إن علم عدم إحرام الزيدين لم ينعقد أقل زاني بيتي زيد لإحرام دانيا وهر إحرامك دانا مسلي إيه أما وإن كان زيد محرما أقل زيد يعني أو كسي كأول شي وي إحرام بس يا إن عقد إحرامه كإحرامه إحرامك وشي إحرامه ويليدي وشي تازق وثمان حزتي أبو موسى إحرامي بس وشي إحرامي بيغنبري صلى الله عليه وسلم إحرامي بيغنبري شحزبو كوابوية أبو موسى شبو حزب أما فإن تعذر معرفة إحرامه أجل نجن جاب زاني أو كسا إحرامي تون بستوا لبرس بموته كم ردبو بما أنك عليه سؤال كين يان بزربو بو بما أن دي تراوا يان شهد بو مثلا شهد إش قصي قبولنيا أو كاتا جعل نفسه قارنا واجب خويب كاتا إحرامي حج عمره يوغرا حج عمره يوغرا وعمل أعمال النسكيني أو جا عملي حج عمران يشبك يعني كذا وكان حجيت انها يجزارك حجك يدرس تبي ببر ركني حج اسلامك برام عمرك وبر عمري حج وبر عمري اسلامنا كبي لو تشك واحتياطا وقال حجي خستيا يعني دواي حجي دبي عمره شي دي كبكا كعمري ركني اسلامتي او بس لبرهندي تا احرامك داب مزربو يا عمرمان وقال اخست اجا او بحث نيتي احرامي بو او جارش بحثي عندي كاين كان يتي هنا تصدك او تكار شي دي لسرا افرمي فصل او فصلاش بحث بيان نيتي ودعاء نيتي اكا افرمي المحرم ينوي او كسيك احرام دبستي واجب ان يتبيني لبر حديث كي انما الاعمال بالنيات كبخاري ومسلم روايه عن كديا او زاد بي احرام بستي احرام نيتي احرام بيني جاء احرامك اقل حزبه بتني أري نويت الحج وأحرمت به لله تعالى نيتم هي ويا حجيب كم إحرام بس بحج بوخواي نيتم ويا حجيب كم إحرام بس بحج بوخواي قولا أجر عمري بتني يجبو أري نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى نيتم عمري بكم إحرام بس بعمرة بوخواي قولا أجر حج عمر شي وقرابو قرامو بري نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى يتم ويا حج عمري بكم ويحرام بس بحج عمرة بهرد شان يعني بوخواي تبارك وتعالى أو أجر بوخواي بو أجر بدل حج يجبو لجاتي كسر شي ديك حجي أكير مثلا لباتي ما محمد يتوبو حجي بابري نويت الحج عن محمد وأحرمت به عنه لله تعالى نيتم حجي لجاتي محمد بكام إحرام بس بحج لجاتي محمد بوخواي قولا أجر عمر جبو أري نويت العمرة عن محمد وأحرمت بها عنه لله تعالى نيتم عمري لجاتي محمد بكام إحرام بس بعمرة لجاتي محمد بوخواي قولا أجر ويقرا جبو يتكي ويقرا هنا أري نويت الحج والعمرة عن محمد وأحرمت بهما عنه لله تعالى نيتم حج عمري ويقرا بكام لجاتي محمدي إحرام بس بحج عمري ويقرا لجاتي محمدي بوخواي تبارك وتعالى أو جاء كأون يتشي هنا ويلبي السنة لبيك جبري لبيك جواي بتفصيل أرين إن شاء الله ليرنا أرين جاري هروها وسنة شوشينية يجديني بر وقبلة يتبيني أوها سنة بلا ما قال بر وقبلة جنبي قيدناك أو جاء فإن لبى فإن لبى بلا نية نقل لبيك يقوت ونيتي إحرامينينا لم ينعقد إحرامه أو الإحرام دانا مزرد بنيتي بيني لبر حديثي إنما الأعمال بالنيات وإن نوى بلا ما قال نيتي هنا ولم يلبي لبيك نقول انعقد على الصحيح إحرامك إدادة مزرد شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر نيت هنا نكردي تشرط بودا مزراني إحرامي لبيك نكردي تشرط إيه. أو جاء ويسن الغسل للإحرامي سنة إنسان خوي بشوى بيج أوي إحرامي بستي لو
حضرت زيد أفرمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أو إمام الترمذي بس أنا دشي حسن رواية كده أفرمي بيغمبر بيني صلى الله عليه وسلم بو إحرام بسني خيروت كده وغسل كده أو جانيتي إحرامي هنا أو جاء قوتمان أو خوشورنا بيج إحرام بسني هل وها سنة بيج إحرام بسني خوي بصابون يا بشوا نكره هو غسل شي اعتيادي بكا سنة سميران كور بكا نينو كام كا موي بري موي بن هنغري حموي لخوب كاتوا او زالي رج جاوازي بيا و افرتينيا هم جاوازي گورو من داريجنيا او پاكي و پاكي حموي پيوستا او زا سنة كدرن پيوستا يعني سنة فإن عززا اگر آوي دزنا كود يعني نويرا لسرمان آوي بكار بيني لبرهنده يعني إنه خوش بو بو ياو بكارنينا تيمما سنة بو إحرام بس نتيمومة شي هربكا لو تسكى ما بس لخوشتنكي دوشتا نظافته تتبع اتباعي پیغمبري صلى الله عليه وسلم كنظافتكش نبي با اتباعك هبي بتيمومي قيدناك هلوها سنة غسليبكا ولي دخول مكة كدا چيتا مكة برام جاري اوشت ببريم اوام لبير چو ببريم مرو في جناب الدار آفرتی حیز دار، آفرتی زیسانی همو احرام بستین یان درستا چکه تا اگه نمکی لوانه خواهن ببنوا برام اوانده هیا با جناب داری مکروه احرام بستی لو چکه ماوی وی کما اتوانی بچی خوب شو احرام بستی برام آفرتی زیسانی و حیز دار هیز مکروه نیا با خویم شون او خوشتنه احرام نک خوشتنه جناب حیز و نفاسن چکه وشتا خواهن نبوینوا يعني سنة با حيزيش دابن با لنفاسيش دابن سنة با ازلي خاوين يكي خوب شون لبرتش چكا حضرت عائشة افرمي ان اسماء بنت عميسين رضي الله عنها ولدت محمدا بذي الحليفة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتهلا او امام مسلم و امام مالك روايتي عن كده اسماء اجني امام ابو بكر لرغي حجي داك اتونا حجي محمدي بو محمدي كر امامي ابو بكر جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني پیکر فرموي بو خاويني احرام خوب شو لحالتي زيسان اجدا بو احرامش ببستا طبعا هتا اگنا مكرش لواني خاوين بيتوا هنجن غسل من داربوني اكاو دز بتوافو او اشتان اكا كوابو او غسل اسماء ايدير داك تازي من داربو بو بو پاكو خاويني بو لوچك اشتا خويني پاج من داري قطعن بو بو جا حيز داري شر وشي ويا برام جناب الدار وشي او جوانا نيچك جناب الدار خو مني بردوام ناي مني هات هات خلاص براواتواني خو بشوا لبرهن دي ايوي مكروه بو زيسانيو جناب الداريش مكروه نبو أجاد بين وصل مبحثة كمان ولي دخول مكة تازروها بوتشون ناوشار مكة فيروس سنة غسل شبكة أقل بوي قنزال عن نا قنزال شكو السيارة رانا وستي ولي الوقوف بعرفة هلوها بو راوستان عرفة سنة غسل بكا وبمزدلفة بو معنوي شوية لمزدلفة غداة النحر ك لمزدلفة غسل بكا سبيني ججن قرباني وفي أيام التشريق هر سه روز کانی دوای جشن قربانیش بورز لرمی لبورز می شیطانان سنت غسل بکا هر وها و ان یطیب بدنه للاحرام هر وها سنت لا شی خو بون خوش کاله بو احرام بس نه تابونه شی خوش لیبه و کذا ثوبه هر وها سنت جلو برګه کشی بون خوش کا فی الاصحیله فرموده راستنده اما اگر لیبی او بون خو بون خوش کنه د بیل پیش احرام بس نه دا بچکل دوای احرام بسني خوي بون خوش كافي دي كي تسري بلام ولا بأسا هيس حرامي ونا بسن ديك ني بي استدامته بعد الاحرام كا او بون بمين تو باج احرامش هر بر دوام بي قيدينيا هم ولا بي طيب له جرم خوي بون خوش كا باشتا شي وا ك جستي هبي و كو مسكو او نو عشتاناك بس بون شي خوش لي بي لبرتش كو حضرت عائشه رضي الله عنها بي افرمي كاني انظر الى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم او بخاري مسلم اروى على برتشاوما تماشاي بريقي مسجم اكيد لتوقي سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني مسجي لسري خوي دابو مسجي زستي هي ابريقاوا او جل احرام دابو برام تسبو لبرتش في جينا كوت سري شكا لا بيش احرام بسني لخوي دابو اجا استدامه كامام نووي فرمي زرلين لبر او حديثه او جا طبعا سنت نیه پشت ماره بون خوش که لمزموعی وای فرموی لیره داره سنت برام لمزموعی فرموی چه سنت نیه او زا تحفش بخلاف مزموع من هازی افرمی ناپسند جلی احرام بون خوش که لبرسی سکوا بیجلکی لیبره بیتوا ابرکاتوا
فدية كي تسري هل هو إمام نووي جوا أفرمي لكن برام لو نزع ثوبه المطيبة أجر أوزل كي كبون خوشي كي داينا ثم لبسه دوباري برك دوا لزمه الفدية فدية كي تسري في الأصعد فالمدير راسر دا كواب ما دام أو مشكلة إلى بيش بي بابوني خوش لفشت معركان إحرامين دا بقصي تحفي رفتار كاباشا هل وها وأن تخضب المرأة للإحرام يديها سنة آفرت هر دو دستكاني خوي لخني ابني تارنجي بيستكي ديار نبي لبر نزلو أشتي وهاتشكا عالم وتماشاي إيكا أو جام ويتجرد الرجل لإحرامه واجبا مروف يعني نيرينا أو جا من دار شي كرشينا بالغ بي يعني بياوشي بالغ بي واجبا خوي رتكاتوا عن مخيط السيابي لهرزل كشي كدروابي بو أبر كدري بو أبر كرني دروابي يعني سندرابي فرقينيا وشي بسلا فاني لو بن كراس وغوري وانا تناينا نش دروينا او انا جو عزبه دابكني بس لبر اوي اغرب شتي دروايه برك لي بويا كلمه مخيتي غوتيا او زال محرمات احرامي ان شاء الله زيات الرونه كينوا اجي تشا بركا ويلبس ازارا ورداء با پشتمال شي ولای ناوچه برخواري هتا چوکانه به ابرکا وردا ان پشتمال شي بوسر شان يا برکا يعني الا ناوچه بين ناوچه چوکان په غوتري ازار ایسر شان کاني او له ناوچه بسره وتي په غوتري ردا ابيضين سنته او پشتمالانه هر دو چانس پيبن لبرته ابن عباس رضي الله عنه افرمي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه وبخاري الرواية كلها أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينة وركول بوحس كلها إذا باش أوي سري خوي شانا كردو توري كرد خوي الصحابة كاني پشتمار كاني سره ودامين يعني بر كردن يعني إزار پشتمار دامنية رداء پشتمار لا سره ويا هل وها ونعليني أباجو تنعلشي شبيب كا که سرپنجه تی دا دیار بین پاشن پیشی تی دا دیار بی پانی پی واته دروزنی پیاو گوروی اپی که او فیدیه که یو تسری نابی او نوع پیراوش پی که پاشن پی بزر که یعن همو سرپنجه کانی دا بپوشی اوش اشاده لبحث قدق کراوانی احرام رونه که نوا الحاصل دبین علکه پشت و اتیام پاشن پی پی دا دیار بی که هندک پیارن قوم پانی هنده کردواری وای پیارین لگر سر پنجکانی تعداد یار بی برام آگاد لی بی او جلدانانو پشتمال برکدنو او نعل کوازبو گوری کمنعا هموی لنیرینی ممنوعا لسر آفرت و نیراموشی ممنوع نیا اوان هر ابرجی خوی انده احرام ابسنو چه مشکلش یان نیا لزی برجی خوی انده احرام ابستن هر وها و یسلی رکعتین هر کسی گویستی احرام ابستی او زاجن بیان پیاو بی سنت درکا عز سنت امکا پیشی احرام بسنی لبرته شو حضرت جابر و ابن عباس هر دو روایت کن کردی ان النبی صلی الله علیه و سلم صلا بذی الحلیفه رکعتین ثم احرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لذی الحلیفه که ابیار علی پیدا گوتری بیر علی پیدا گوتری دور که از سنتی کردن و جای احرامی بست او دو حدیث کل جابر و ابن عباس روایت کرده یه بخاریش روایتی کردی مسلمش روایت کردی یعنی او دو حدیث بون امن لیک بدن لهر دوکان روایت کرده او جام اگر هاتو وقتی نوی جواز بیش بو وقتی نوی جوازب او کاتا اتوانی لدوای نوی جوازب که احرام بستی او دو سنتی ناوی هنجید یعنی مثلا نوی جه نیو رویت کرد نوی جوازب کرد هل لدوای نوی جه مهم اوه احرام کوی تا دوای نوی جه چه او جا اگر وقتی نوی جوازب بو نوی جوازب که بکا اگر وقتی نوی جوازب که نبو دور که عاد سنتا که بکا اجا ثم الافضلو او جا دوای که دور که عاد سنتی پیش احرامی کردن الافضل خير الاوي ان يحرم اذا بعثت به راحلته برام اوم لفكر شو او دور كاع السنتي احرامي نابي لو بينس كاتانا دا بكرين كشر حرامي كدين لبعث نوجي باس ماكت مثلا نابي اجا نوجي سبينت كدبو باج نوجي سبينيه تارو شال دينابي او دور كاعتي احرامي بكي يعني اجا نوجي عسلت كدبو باج نوجي عسلها تارو شاوابي ممنوع او دور كاعتي سنه الاحرامي بكي ابو نوعي زاب قريو بو بينس كاتكان جا دو ركعتكش ديتي سنتي احرام لي ديني واعتذر ان يتم دو ركعت سنتي احرام بسني اكم ثم الافضل خيرت الاوي ان يحرم اذا بعثت به راحلته خيرت الاوي احرام بستي وش سواري ولا كيبو ولا كي دسي برويش نيكل لبرت جا او مثال بولاغ ديني ليرا
زوجي سواري ترومبيلي بوي وسلم لترومبيلي دراو دستي بحركي كير يعني سواري فروكي بوي فروكا دستي برويش نكير باو هواش نكو بيس لحل عاردي دستي برويش نكير يعني كشتيكا لناو بحري دستي برويش نكير او كاتين يتي احرامي بينا او جا اگر اوغ بسواري ارويشت اگر بسواريش نارويشت او توجه لطريقه ماشي يعني بره ببيان كدستي برويش نكير با اريدا بروقي بلا سنته خوي بالوقي بلبكا او با اوكاتي نيتي احرامي بيني لبرتشكا حزتي ابن عمر رضا اخوان اللي بيفرمي لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به دابته افرمي بيغمبر من ادي صلى الله عليه وسلم احرامي بستي نبا حز نبا عمره حتى وراك كي دستي بروش نيكت او حديثك بخاري ومسلمة وفي قول يحرم عقب الصلاة قول شديك اري هل دعين يوجكي با احرامي بستي مانعني عملش بو قولي بكي نقر دعاية لفكرتي او جاء ويستحب اكثار التلبية سنة بدعاء احرام بسنه زور زور لبيكي بري بردوام لبيكي بي في دوام احرامه لبردوام احرامك حتى رزب الشيطان انك دزب رزب الشيطان قولك حد بردوام او لبيكي بري مثلا بشو بروش بدانش نوي ببيوا بسواري ببيادي بجناب الداري بحيز داري برامو عنده هي افراد بعد ان قاخو هل نينيش كا قناح يقاتي دنجي هربيني برقا مانسيا كدن كارينان بلبيكي سنتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او التلبية اواش ابو داود ونسائي وترمزي روايتي عن كرديو امام ترمزي بصحيح دانايا فرمي جبرائيل هات لام فرماني بي كردم فرموي اي محمد صلى الله عليه وسلم فرمان بدا الصحابة كانت باوشي لبيكي ارين دنجي برز كنوا دكوابو اواش شوين شديكي اكا ذكر خواتي دا بدنگ كري وشي ذكر كاني ججن رمضان وقرباني كتكبير كان بدنگ كري نو تسبيحات دعاي نويجي كبدنگ كري اوانا او برياري پیغمبري صلى الله عليه وسلم وخاصة عند تغاير الأحوال بتايبتي ك قراني حالتك كان توشي مروف يبن أو كاتي بلبي كيبري كركوب وشي سواري وراغ يبي يعني سواري سياري يبي لبي كيبري ونزول وشي لا أبزي لبي كيبري وصعود وشي لشوين وشي بو برزايان سركوي با لبي كيبري وهبوط وشي لبرزاي يدي تخواري با لبي كيبري واختلاط رفقة وشي هاوري كان دقنا ايقديكا باجو السلام يعني ليقديكا كردو توقي عن كرد لبي كيبري وشي الشو دادي يعني روش دادي يعني وشي نوش توابي مثلا اجاك درين لبيك ابرين ها لبيك حمو جاري سي جار تكرارك لي تو اوجا بلبيك تو او حسيبا بيك جاري اكتفاء مكا هر جار شي من قلتم لبيك درين لبيك سي جار دوباره كلي تو صلوات يجلس صل البيغمبر يجلس صلى الله عليه وسلم وش جواه حديث كيد اخويني نوا اما ولا تستحب في طواف القدوم لبيك السنه دنيا وش الا طواف القدوم بيري او توافيك وسلامي بيتي واول زار دقي بيتي لو تشك او ذكري خوي تي داهنا بلا مو في القديم تستحب فيه بلا جهر قول قديم ربا هربي ربا بعد ان جيلنيني ولفظها لفظ لبيك كلا بيغمبري بي مانغا يشتيا صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم روايتي عن كديا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك سيجار او ها ديلي او جا صلوات الشيله بيغمبر يدي صلى الله عليه وسلم واذا راى ما يعجبه اگر اشتشي ديش بي سير بوشتشي سير ديد بابري لبيك ان العيش عيش الاخره اوش امام الشافعي وامام بيهقي لمجاهد عن روايه كديا كفقي ابن عباس ابو ان سندكش صحيحه وإذا فرغ من تلبيته هل جارك سيجار لبيكي تواوكد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم با صلاوات الشيء لسر بيغنبري ليدا صلى الله عليه وسلم لبرتي شكل تفسير آيتي ورفعنا لك ذكرك لسورة لم نشرحها خواهي تبارك وتعالى أفرمي ناوي تو مان برس كردو توا
پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله عليه وسلم خوای گەورە پێی فەرمووم بەوە ناوی تومان بەرز کردەوە کە لەگەڵ ناوی من ناوی توش ئەهیندرێ. حەدیسەکەش سەحیحا ابن حبان ڕوایەتی کردیە، یعنی لە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم ئەو تەفسیرە واردبووە. لە هەرجێکی ناوی خوای هات سنەتە سەلاواتێک لە پێغەمبەری لێ بدرێ صلی الله عليه وسلم، ناوی پێغەمبەریش بهێندرێ. دەتەماشاکە ئەتوو شادەی دەینی دەبی شادەی بە پێغەمبەریش بینی صلی الله عليه وسلم، بانگە دەی دەبی باسی پێغەمبەری تێدا بکەی صلی الله عليه وسلم، تەحیاتی نوێژە خوێنی دەبی باسی پێغەمبەری تێدا بکەی صلی الله عليه وسلم. و هكذا ئەو نەوە عیباداتانە خوای تەبارە وتعالی ڕێزی لە پێغەمبەری نایە صلی الله عليه وسلم، ناوی لە ناوی پێغەمبەری لەگەڵ ناوی خۆی ذکر کردیە. هەروەکو شاعیری پێغەمبەریش ئەفەرمێ: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هتا قصيدك كوتايدي لو افرمي ناوي خوي ناوي پیغمبري خوي لغا ناوي خوي برامبر اك كردي خواه تبارو تعالى. اوزا وسأل الله تعالى الجنة لخواه بپارته وخواه بباته بهشته دعاء لو كاتي قبور بي ورضوانه خوالي رازي بي واستعاذ به من النار خوي بپارزي لخواه تبارو تعالى لا أجري جهنمي. حقيقة أو دعاء أنا كتازة وثماني جهنمي وأجري أو أنا أجري جهنمي وبهشتي حديث كان يعني بهزن بل عم بفضائل الأعمال إيشي في أجري تقيا. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. خاي قولا فرمين قولين بفارين ومش دعاتان قبولكم. يا ربي خدا دعاء من قبورك. صلاة والسلام برجع بسر پیغمبری صلی الله علیه و سلم لئی مول داکو بابش من راضی بی خدا ای مول داکو باب خوشویس من ببات باشته لعقل جهنم یجب من پارزی. آمین آمین یا رب العالمین. و صلی الله و سلم على سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.